صباح الخير مرة تانية، وبنرجع لأولى فقرتنا، فقرة الصحافة وسرد سريع لأهم النشطات والعناوين الصادرة صباح اليوم. هيعلق عليها ضيفنا اللي هيكون موجود أوريدي معانا دلوقتي في الاستوديو، وهو الصحف والكاتب والباحث في الشؤون الإسلامية الأستاذ حسام الحداد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. كل سنة وأنت طيب. نصر أكتوبر، احتفالات أكتوبر كانت امبارح، و طبعا كل القنوات الفضائية والخاصة كانت بتحتفل بالحدث الكبير ده. طيب تعالى نبتدي بأول خبر معانا في الأخبار الصفحة الأولى. حاملة الهليكوبتر السادات وصلت مصر يوم النصر. والله ده خبر جميل بيزيد الأفراح بتاعت المصريين بأن قواتنا العسكرية وخاصة القوى البحرية بتزود قطاعها البحرية قطعة جديدة اللي هي حاملة طائرات الهليكوبتر مسترال، ودي وصلت امبارح احتفالا بنصر أكتوبر. ودي آخر حاملة أعتقد هما كان فيه. دي آخر حاملة كان المفروض هتوصل. ودي زي ما قلنا قبل كده في حلقات كتير إن مهم جدا إن احنا نبني جيش قوي، ومهم جدا إن احنا يبقى عندنا استعداد لأي حاجة في الدنيا. والجيش المصري طول عمره جيش دفاعي مش جيش غزو، يعني ما بيغزوش حد، ولكن القوة بتحمي الشعب بشكل ما أو بآخر. الجميل في نصر أكتوبر امبارح إن في ناس كتير احتفلت رغم اللي احنا فيه، ورغم مواصلة الإرهاب في سيناء. يعني 2 ماتوا في سيناء امبارح من الإرهاب، وشهدت سيناء عدم احتفالات في أكتوبر واقتصار الاحتفالات في احتفالية مديرية الشباب والرياضة بسبب العمليات الإرهابية اللي فيها. وده بيأكد برضو حاجة تانية ان احنا نجحنا الى حد كبير من 2014 لغاية 2016 في تقليص الارهاب اللي كان صحيح. موجود في سيناء. يعني في 2014 كان في اكتر من 36 عملية في السنة، في 2016 الحمد لله ما فيش الا 5 عمليات لغاية دلوقتي الحمد لله، وفي الطريق ان شاء الله انه ينتهي والمسألة قربت تنتهي. ده غير 2013 كانت العمليات اكتر طبعا من 35. كان كل يوم بنصحى على ارقام مش على جثث. ده من 2011 لغايه 2013 كانت الارقام كبيره. ولو نفتكر مذابح رفح الاربعه، يعني 4 مذابح تم ارتكابهم في رفح، غير كرم الاوديس، غير كرم سالم، غير خط الغاز اللي كان بيتفجر كل يوم والتاني. طبعا ده كله خلص. ده بيأكد خلص إن الشعب المصري خلص لأنه الجماعات الإرهابية هي اللي بدأت تقل من العمليات بتاعتها، ولا السيطرة للجيش؟ الضربات اللي الجيش وجهها للجماعات الإرهابية الموجودة هناك، وإن في 2015 تم السيطرة على معظم شمال سيناء عدا منطقة جبل الحلال والشيخ زويد، وجاري برضو تمشيطهم خلال الأيام اللي جاية دي. وانحسار الإرهاب ما جاش من خلال الإرهاب، لا، انحسار الإرهاب كان بدافع من الجيش المصري وبدافع وثقة الشعب المصري في جيشه. دي اللي أدت إن الجيش ياخد خطوات جريئة وخطوات جيدة في الإطار ده، غير حرب الإرهاب اللي هي عاملاها المجتمع العالمي والاتحاد الدولي لمواجهة الإرهاب. ما قدرش يعمل ده في سوريا ولا في العراق، إحنا قدرنا نعمله في سيناء في فترة زمنية قليلة. نفس يعني احنا كنا مواكبين لحرب الارهاب في سيناء مع حرب امريكا والمجتمع الدولي للارهاب في سوريا والعراق، احنا نجحنا الى حد كبير. المجتمع الدولي لسه ما زال متعثر في القضاء على داعش، احنا قدرنا نسيطر على الامور، هم لسه ما قدروش يسيطروا. ودي روح اكتوبر اعتقد اللي احنا نتمناها في الشعب المصري كله، ان هو يكون عنده عزيمه واصرار لتجاوز الامور البسيطه او الامور الصعبه. دايما يا رب. المصري اليوم وزير الماليه اتفاق نهائي على قرض النقد الدولي خلال اسابيع. ايوه والله إيه؟ مشكله النقد الدولي يعني ده خطوه جيده عشان الثقه في الاستثمار في مصر وفي الاقتصاد المصري. يعني هو القرض مش هيضيف شيء، بل هيجي اثار سيئه جدا على المواطن، خاصه ان في اشتراطات مهمه لصندوق النقد الدولي، منها تعويم الجنيه مقابل القرض، ومنها الغاء الدعم والحد. طب يبقى هنا في سلبيات اكتر من الايجابيات. والحد الادنى من التوظيف وخفض الاجور. وتوظيف القرض كان المفترض ان هو كان هيتوجه لفين؟ المفترض ان القرض عشان يظبط الموازنه العامه او يعالج العجز في الموازنه العامه للدوله. بس اللي انا اعرفه انه في ربع، يعني ربع تم تخصيص ربع الموازنه العامه لتسديد ديون.
من قروض. احنا عندنا ازمه دائما بنقول انا لما يكون عندي عليا ديون لو استلفت تاني عشان اسدد الديون بالتالي انا هفضل غرقان في الديون. صحيح. وده اللي بيتم في الفتره دي بسبب قرض البنك الدولي. ولكن هو القرض ليه جانب واحد ايجابي، هو ثقه المستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري، ان هو بيقول ان في الاقتصاد المصري نقدر نستثمر فيه ونقدر نروح نحط فلوسنا في مصر، بدليل ان البنك الدولي قدر يسلم. ولكن هذه الفائده دايما وابدا ما نراها انها غير جيده برضه. انا عندي مصانع مقفوله من الممكن ان انا افتحها واشغلها واعمل انتاج. القرض انا حاسه ان هي مش بس علشان ان العالم الخارجي توضح له الصوره ان مصر امان وان مصر قادره على او ممكن يكون على ارضها استثمارات كثيره، ولكن حاسه ان هو اللي كثره وضغط الحمل علينا في القروض، فبالتالي ده برضه هياثر علينا في استثماراتنا القادمه. هو ده هياثر علينا، وانا بقول ده بقول ان انا ما ينفعش استدين عشان اسد الدين، انا بس بعمل قرض من البنك الدولي عشان اسد الموازنه العامه، العجز في الموازنه العامه، مش عشان افتح مصانع واشتغل واعمل انتاج. نعم. ودي الاشكاليه اللي احنا واعيين فيها دايما. يعني انت لو هتاخد قرض وظفه توظيف سليم، لان الانتاج والشغل هو اللي هيسدد الدين، مش القروض اللي هتسدد الدين. القروض ليها فوائد وليها خدمه دين وليها حاجات كتير جدا الشعب المصري هيضطر يدفعها ان اجلا او عاجلا. انت هتحاول تظبط الموازنه العامه السنه دي، طب السنه الجايه هتعمل فيها ايه؟ انا ما عنديش احتياطي نقدي كفايه فبجيب القرض عشان ازود الاحتياط النقدي، طب كمان شويه ما انا هاخد من الاحتياط النقدي ده زي ما حصل في 2012 و2013 و2014. يعني ثوره يناير كانت 25 يناير كان الاحتياط النقدي 35 مليار دولار. كويس. دلوقتي لا يتجاوز 15 مليار دولار. كويس. دي ازمه احنا واعيين فيها. طبعا. الازمه دي نتيجتها ايه؟ ان احنا بدانا نسحب من الاحتياط النقدي. وعشان نسحب من الاحتياط النقدي يعني مفيش انتاج يغطي المساله. فالدور المهم على السيد رئيس الوزراء ان هو يعمل انتاج، يتصرف ويشغل الناس. اعتقد ان الفكره دي مش تايهه عنه يعني. وفي تجارب كتير جدا حاصله. ما انا مش عارف في ايه، يعني احنا بقالنا سنه تقريبا بنقول عايزين نفتح المصانع المقفوله، في زياده عن 4500 مصنع مقفولين. في تعثر كبير جدا في استخراج الاوراق الخاصه بفتح مصانع وبنى مصانع والحاجات دي. دي غير ده، يعني انا بتكلم ده في مصانع موجوده بالفعل ومقفوله وعمالها براها، طب ما تاخد المصانع وتشغلها، واذا كانت مصانع ملكيه خاصه للناس اوكي خدها وشغلها، والناس سابوها ومشوا سافروا بره إذا كانوا إخوان أو غير إخوان، خدها وشغلها واعمل لهم ربح، اعمل لهم جزء من الربح بتاعها، مش مسألة تأميم. يعني إحنا ما بندعوش لتأميم المصانع، ولكن حرام إن يبقى في مصنع عندي وواقف ومفيش عمال فيه شغال وبطالة وديون وفي بطالة وفي ديون وفي بتاع. وعلى رأي يعني الأثر بيقول الأرض لمن يزرعها. أنا دلوقتي عندي قطعة أرض فاضية مش مزروعة وفي امكانيات ان انا ازرعها، طب ليه ما ازرعهاش؟ كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه عندي مشاكل كتير جدا في استخراج الاوراق عشان اعمل مصنع او افتح شركه ما او هو ده بقى. وده قلناها كتير قوي. روح هيئه الاستثمار، اي وزير يروح هيئه، يعني عايز وزير الاقتصاد ينزل او وزير الاستثمار ينزل، يروح هيئه الاستثمار بنفسه ويشوف المشاكل اللي بيتعرض لها المستثمرين عشان يستخرجوا اوراق الاستثمار بتاعتهم. احنا نوهنا كتير جدا جدا ونشدنا المسؤولين والجهات المعنيه انه يتم تيسير حال الناس في موضوع الورق واستخراج الورق واتمام الورق، لكن لانها بتقعد سنين علشان خاطر يطلع ورقه بس يفتح بيها مصنع او يبني بيها مصنع. هي احنا عندنا مشاكل كتير جدا. يا ريت اللي جاي يكون احسن. طيب الاخبار صفحه الاولى، الشعب يامر تنطلق الاحد والارز ب 4 جنيه والسكر ب 5 جنيه. ايه رايك انت في الموضوع ده؟ والله الشعب يامر. انا شايفه جايز حد، جايز الناس تتضايق من تحليلي للموضوع،
ولكن الحق احق ان يتبع. وجهة نظرك اتفضل، لازم يعني نسمعها. يعني المساله ان انت خدت السلع كلها من السوق، لميت الرز اللي في السوق والسكر اللي في السوق والزيت اللي في السوق اللي كان بيتباع ايا كان، بيتباع ب 12 11 15 قبل المبادره، بس قبل المبادره كان موجود. يعني الحاجه كانت موجوده قبل المبادره، سعرها غالي بس كانت موجوده. دلوقتي انت نزلت عملت حملات تموينيه على السوبر ماركت اللي عنده سكر مثلا، ولميت السكر منه، وقلت للناس اللي هيبيع كيلو سكر هنعمل له قضيه تموين 10,000 جنيه غرامه يا اما 3 سنين سجن. كويس، وده حاصل في اكتر من مكان في مصر. يعني شفت ده في الجيزه وخصوصا في المناطق الفقيره، في الطلبيه، في الطوابق، في صفت، في اكتر من مكان. ايوه، ليه تم جمع كويس. جمع المواد عشان المبادره، عشان محدش يبيع عشان المبادره. كويس، طب المبادره دي السوبر ماركت الكبير هايبر، مش عايزين اسامي، يعني سلسله السوبر ماركت الكبيره دي، مين اللي هيستغل، مين اللي هيروح يجيب منها؟ الطبقات الغنيه او الطبقات الغنيه يا استاذ حسام بقت دلوقتي هي كمان بيبقى عندها مشكله في ان هي انا عندي مشكله، عندي مشكله اساسيه. المناطق الشعبيه دي عشان يتحركوا يروحوا مكان سوبر ماركت كبير، ما هو محتاج مواصلات، هيعمل لي تكدس مروري، هيعمل لي زحام في السوبر ماركت نفسه، هيعمل لي دوشه، وممكن توصل لخناقات، وممكن توصل لاغماءات وحاجات زي كده. بس عايز اوصل لحضرتك حاجه، شفنا في أكتر من المبادره دي شغاله لمده 3 شهور، هل لازم كل الناس تنزل في اول يوم يعني؟ لا مش هتنزل في اول يوم، بس السلع مش موجوده في اي مكان غير هنا. يعني ما هي دي المشكله. شهور يعني 3 شهور دي يا استاذتي، انا دلوقتي القاهره فيها كام مليون؟ انا عندي 12 مليون. نعم. كويس، في كام سوبر ماركت كبير في القاهره؟ 20 30، في حدود 50، في حدود 100 100 هيكفوا 12 مليون ينزلوا يشتروا منهم؟ لا لا لا، ما هي دي الازمه. انت مش فاتح لي اماكن توزيع في كل، وخاصه في المناطق العشوائيه. انت بتنزل لي العربيات اللي بتبيع سلع تموينيه او سلع غذائيه باسعار رخيصه بتاعه الجيش او بتاعه غيره، بينزلها فين؟ في الدقي. انما ما بينزلهاش في الطلبيه، ما بينزلهاش في الطوابق، ما بينزلهاش في الدويقه، ما بينزلهاش في شبرا. كويس، دي ازمتنا، ان انت بتروح بعربياتك للاماكن اللي بيقطنها طبقه متوسطه، بلاش اغنيه. طب والفقير ومحدود الدخل هيروح فين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا عندي 3 سلع هم اتكلموا عنهم، السكر والزيت والرز. طب وباقي السلع؟ باقي السلع اللي في المبادره، لو قريت السلع اللي في المبادره هتلاقي شيبسي وشوكليت وبسكوت، في زيوت، في جبن، في البان، وفي زيت، وفي سمنه، جبن اللي هي مثلثات، في مكرونات، وفي رز، وفي حاجات دي كلها. غالبيه السلع اللي هتتباع لان المعروض. طب الحاجات دي فين من الاول؟ طب ما ينزلها باسعارها العاديه في السوق. في اي حته بقى، في اي مكان. صح، دي عندك ما يحصلهاش في مكان واحد. مظبوط. كويس، بس هو المبادره كانت يعني بتكلم اللي عايز ينضم ليها، فلنضم ليها سلاسل الاسواق اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي هي الكبيره، يعني ما انضمش ليها السوبر ماركت العادي او اللي موجود في اي حته. سلاسل الاسواق يعني بتاخد من المنفذ، بتاخد من صح. طب انت الشركه بتطلعي سكر، حضرتك عندك حق. كويس، طب ما تطلعي لي كل الناس. النقطه دي عندك حق فيها، مظبوط. الوطن صفحه 2، انبوبه البوتاجاز ب 50 جنيه في اسكندريه، ومعارك بين الاهالي بالد اهليه. طب احنا داخلين على فصل الشتاء. كويس، وزمان قلنا يا جماعه خلوا بالكم من فصل الشتاء، واسكندريه تحديدا في فصل الشتاء بيبقى فيها مشاكل. ايوه كويس، اول مشكله فيها المطر. هل استعدت اسكندريه لموسم المطر؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، موضوع الانابيب الغاز، انبوبه الغاز لما تبقى ب 50 جنيه ده احنا لسه ما دخلناش في الشتاء، فلو دخلنا في شهر 11 و12 في اسكندريه هل انبوبه الغاز هتوصل ل 100 و200 جنيه؟ ده بس مش في اسكندريه، لا انا بقول ان ده في محافظات كتير، منها محافظه المنوفيه، ومنها محافظه الشرقيه، ومنها الدقهليه، ومنها كل المحافظات الاقليميه. هو اساسا من دلوقتي في معارك اللي ما فيهاش غاز طبيعي. لسه الاسبوع اللي فات في حادثتين في مركز من مراكز المنوفيه بسبب انابيب الغاز. كويس، عائلات اتخانقت مع بعضها عشان انبوبه الغاز ومفيش انبوبه الغاز. في توجيه بعض الرسائل لرؤساء الاحياء انهم يوفروا مستودعات، وودن من طين وودن من عجين، ومحدش بيوفر حاجه. طب زياده
الانابيب في السكه دي مفيش حد بيوزع حاجه. طيب احنا شلنا خالد حنف وزير التموين عشان كان في مشكله ما في القمح او في قعدته في ماسبيرو. أيوه. في الهي في الفندق احنا ما عندناش مشكله. شيلوا اللي تشيلوه وهاتوا اللي تجيبوه. يحل بقى في المشكله. مشكله تانية بقى مفيش حد اتكلم عنها وهي بطاقه التموين. بطاقه التموين عشان تجددها بتقعد شهر في الانتاج الحربي. مال وزاره الانتاج الحربي والتموين؟ ودي ازمه. يعني يا جماعه احنا بنعمل ايه؟ من المفترض ان احنا قلنا احنا الشعب لم يجد من يحنوا عليه، على عينه وعلى راسه. طب انتوا حنيتوا على الشعب، الشعب ده اللي زودتوه، اللي عملتوا القيمه المضافه اللي هي بتتقص من المرتب وبتتقص من الفلوس اللي بيشتري بيها حتى كشكول المدرسه، كشكول المدرسه اللي كان ب 175 قرش بقى ب 3 جنيه الا ربع. كويس؟ مش عشان القيمه المضافه بس، لا عشان غلو الاسعار. طب الناس هتعمل ايه؟ انبوبه الغاز ب 50 جنيه، طب الناس هتعمل ايه؟ في اشكاليه لازم تتحل. اللي يحلها رئيس مجلس الوزراء. يقعد مع وزير التموين والمجموعه الاقتصاديه ويحل المسائل دي، الناس مش هتستحمل كتير. اعتقد ان السنه اللي فاتت بكل المشاكل اللي حصلت فيها وخصوصا ابتداء من الشتاء، تهيألي يعني لازم يكون في ورقه بحلول لكل المشاكل اللي حصلت عشان ما نواجههاش المره دي. المشاكل هي بدأت هي بالبوتاجاز. هي المشاكل، ما فيش جديد. احنا حتى ما بنطورش في المشاكل. انتوا بقى اصحاب الاقلام المفروض بقى معاكم القلم تكتبوا وتقولوا افكار و ان شاء الله يعني توصلوا صوتكم. المصري اليوم الاخوان تقيم صلاه الغائب على كمال في تركيا بسبب الخلافات. هو في خلافات كبيره طبعا في جماعه الاخوان، وزي ما قلنا قبل كده انها منقسمه كتير، منقسمه لاربع جهات. كان محمد كمال واحد من الجهات اللي اسمى الجماعه، وده بتصريحات كتير من محمود غزلان ومن عبد الرحمن البر ومن كتير جدا، ان هو اسس شعبه الكفاح المسلح في الاخوان قبل ما يموت. لا تجوز عليه الا الرحمه دلوقتي، ولكن الحق برضو لازم نقوله ان الراجل ده من اهم الناس اللي عملوا مشاكل كتير جدا للدوله المصريه، وكان هو المنسق والمنظم للعمليات الإرهابية اللي حصلت بعد فض الرابعة لغاية ما مات. كويس؟ وهو الأساس في ده كله، وهو اللي منظم المسألة دي، وده بكلام من الإخوان. يعني بديع اعترف بده في التحقيقات، غزلان اعترف بده، عبد الرحمن البر اعترف بده، وهم كتير قالوا له بلاش مسألة الكفاح المسلح وبلاش العنف وبلاش الإرهاب. على حد قولهم برضو، مش احنا اللي بنقول، ولكنه كان رافض وكان عايز يولع في البلد فعلا. وده الخلاف الرئيسي اللي حصل بينه وبين محمود عزت المقيم في لندن، ولأن مجموعة تركيا بقيادة حشمة كانت على صف واحد معاه وكانت عايزه تعمل ارهاب وعنف وتمارس العنف في مصر، هم اللي عملوا عليه صلاه الغائب. طب ليه صلاه الغائب ما اتعملتش في لندن؟ اشمعنى تركيا؟ لان مجموعه تركيا هي نفس مجموعه محمد كمال اللي بتطالب بحمل السلاح في وش الشعب المصري وفي وش الجيش المصري، اللي هي الكلمه الشهيره قوي، يا نحكمكم يا نقتلكم. بص انا عايزاك تختار معايا خبرين، خبر من الخبرين اللي جايين دول عشان ما فيش وقت. تختار معايا ايه؟ الخبر بتاع السعوديه والخبر بتاع الوطن مصري فرنسي؟ والله مصري فرنسي ده الوطن صفحه 3، مصري فرنسي يسلم الاثار قناعا فرعونيا من الذهب. هو الموضوع ان صديق لي في فرنسا اهدى له قناع هديه عشان ميلاد ابنه، فما كان من الراجل المصري المحترم اللي بيحب البلد والمثال الجيد للمصريين اللي مؤمنين بالتراب ده، انه سلمه للسفاره المصريه وقال ان ده القناع ده جالي، وانا شاكك ان هو قناع اثري لانه مصنوع من الذهب. فوزاره الاثار خدته بالتوافق مع الخارجيه وشكلوا لجان عشان يكشفوا عن مده القناع، واللجنه لسه ما بتتش في لسه اللجنه ما اصفرتش راجع عن اي للعصر الكام. ولكن هو المثال، يعني احنا صحيح. بنقول المثال نموذج نفسه، ان انا ما ينفعش اخد حاجه مش بتاعتي، ان البلد دي ليا حق فيها وليها حق عليا، ان انا لما اقول
ان الحاجه دي وحشه، مش بقولها من دافع النقد ومن دافع ان انا مش عايز البلد تنجح، لا بقول ان الحاجه دي وحشه لازم نغيرها. والراجل اعطانا مثال جميل جدا ان جاله فعلا حاجه من الذهب وقال لا دي مش بتاعتي، دي بتاعت البلد لازم ارجعها. نموذج جيد، يا ريت نشوفه كده دايما على طول في وسطنا في كل مكان. انا بشكرك جدا استاذ حسام على وجودك معانا النهارده، واشوفك المره القادمه ايضا نفس الكلمه بتاعتي باخبار كويسه وما تكون كده الوانها زاهيه. مشاهدينا بكده نكون وصلنا نهايه فقره الصحافه النهارده، هنروح لفاصل ونستقبل ضيف جديد بعد ما انتهينا من فقره الصحافه مع الاستاذ حسام الحداد وهو الباحث في الشؤون الاسلاميه والكاتب والصحفي ايضا. فاصل ونرجع مره ثانيه. We'll be right back.